حكومة تيجي وحكومة تمشي وإحنا حالنا زي ما إحنا. ده لسان حال عمال الترحيل اللي بتأكيد بيعبروا بيه عن معاناتهم سواء قبل الثورة أو بعد الثورة، لكن ممكن تكون الملامح نفسها اتغيرت. هنتعرف عن واقع عمال الترحيل وكيفية تغييره نحو الأفضل إذا كان ده في الإمكان. ومعنا عمال القطاع الخاص وعمال القطاع الخاص بصفة عامة. معنا أستاذ شعبان خليفة، نقيب العام للعاملين بالقطاع الخاص. أهلا بحضرتك. اهلا بك استاذ شعبان. يعني احنا عايزين نعرف، انت النقيب العام للعاملين بالقطاع الخاص، هو يعني ايه؟ بتقدموا ايه للعاملين بالقطاع الخاص؟ القطاع الخاص هو القطاع المنظم في الدوله. تعريف بشوت ارقام بس عن القطاع الخاص. القطاع الخاص هو عباره عن 42 الف شركه براس مال 415 مليار جنيه، زائد عندنا 1115 شركة في المناطق الحرة برأس مال 6 مليار و9 من عشرة، عندنا 39 ألف شركة برأس مال 289 مليار جنيه. دي مؤسسة. طب احنا معلش انا اسفه لكن لضيق الوقت، يعني خلينا، لان هم الحقيقه ليهم حق علينا ان احنا نعرف الناس باوضاعهم وازاي ممكن نحسنها والمسؤوليات ملقاه على عاتق مين عشان نحقق الاهداف المرجوه ليهم. خلينا نبتدي باوضاعهم قبل الثوره وبعد الثوره. هي بالتاكيد كانت اوضاع صعبه في الحالتين. هو حضرتك لما انا بتكلم بالارقام بلفت نظر المسؤولين. معلش احنا معلش بس قدامنا اقل من 10 دقائق. هي عمال الترحيل بيتبعوا هم عمال يعملون يتبعون القطاع الخاص برضه. هم يعملوا باجر يومي، ودول اكبر فئه مظلومه في الشارع المصري. المؤسسات العماليه للاسف كنقابات دايره موليه وجههم عنها، الحكومه موليه وجههم عنها. دلوقتي المفروض من سنه او سنتين تقريبا او من 2010 كان في حاجه اسمها وحدات التشغيل للعماله دي، ان كل عامل من عمال الترحيل او عمال يوميه بيقف في الشارع يروح يسجل اسمه في وزاره القوى العامله والهجره او اكبر او اقرب مكتب عمل ليه. النهارده الكلام ده كله ما بيتمش ليه؟ لان العامل راح مره واثنين وثلاثه، والمفترض ان كل مستخلص بيخلصوا المقاول بعد ما بيخلص بيستقطع منه 6 في الألف. دي لصالح مين؟ لصالح العامل اللي هو مسجل نفسه. رعاية صحية ورعاية اجتماعية، والمفروض بتتبنى له مستشفى. الكلام ده كله ما بيحصلش. أنا مطالب وزير القوى العاملة والهجرة يقول لي ليه القاهرة والجيزة لحد دلوقتي ما فيهاش وحدة للعمالة المنتظم. يعني اللي متسجلين يا أستاذ شعبان هم بس اللي بيشتغلوا؟ ما هو المفروض ما فيش حاجه اسمها. ده مواطن مصري له حقوق وعليه واجبات. لا انا بسأل حضرتك الواقع، اللي متسجلين بس هم اللي بيشتغلوا؟ لا يعني طبعا. في امال يعني هو بيروح يسجل اسمه في وزاره القوى. وبعدين النهارده عشان اعمل تسجيل بيانات انا عندي حوالي 2 مليون و800 عامل عماله غير منتظمه واقفه في الشارع. المفروض الاول اعمل قاعده بيانات ليهم واسجلهم، لان دول بمثابه قنبله موقوته. طبعا النهارده استاذ شعبان، هو ده نتيجه سياسات اقتصاديه خاطئه ولا ايه؟ يعني احنا ماشيين غلط؟ يعني مثلا هل الدوله التي تعتمد على مشروعات رجال اعمال فقط في دعم اقتصادها وتسيير عجله الانتاج، هو ده غلط؟ يعني ايه انواع الاقتصادات اللي المفروض الدوله تتبعها عشان تحل مشكله البطاله حتى دي؟ حضرتك القطاع المنظم ليس له حظ وافر من العداله الاجتماعيه. حتى العمال المصانع والشركات حدث ولا حرج، لديهم مشاكل لحد الآن. نسمي لوزير القوى العاملة والهجرة موقفه في قانون النقابات، نسمي له موقفه ومحاربته في قانون الخمسين في المئة عمال وفلاحين، ولكن يأتي ليقول لي عندك 309 مركز من مراكز التدريب المهني اللي احنا ناخد اولاد العماله الغير منتظمه اللي واقفين في الشوارع، اللي هم اتسربوا من التعليم من قله الانفاق عليهم، لان ما فيش مورد دخل. لان انا واقف النهارده بشتغل وحاطط عدتي قدامي عشان يجي مقاول ياخدني، بكره ما فيش، بعد ما فيش، هيصرف على ابنه منين؟ فابنه بيتصرف بالتعليم. احنا عندنا 309 مركز تدريب مهني. احنا في حاجه ان احنا ندرب الاولاد تدريب مهني عشان نشغلهم في قطاع النسيج اللي وقف، وبنجيب له عماله خارجيه. بتقول علشان يجي مقاول ياخدني، يعني معنى كده ان مفيش اليه بيتم من خلالها الاستعانه من المقاولين بعمال الترحيل. يا فندم مفيش اليه. يوم بيوم البركه كده يوم بيوم اصلا وبيجوا ناس ياخدوا. المفترض ان الاليه زي بعض الدول ما بتعمل، ان يكون مسجل اسماء الناس دي في مكاتب العمل، والمقاول يطلب من مكتب العمل العماله دي ويجوا له.
يتصلوا بيهم بالتليفون زي ما زي الناس ما بتعمل. والمحظوظ اللي المقاول بيختار يعني هم دول بيبقى لا انا ما هو ما احنا عاوزين ننظم بقى القطاع. انت بتتكلم مثلا على عمال ترحيل مثلا في بولندا ولا يا فندم ننظم ننظم القطاع ييجوا كل يوم الصبح قدام مكتب العمل اللي في المنطقه يعني باي اليه المهم يبقى قطاع منظم. ده انا عندي سؤال تاني كمان فضل. المحظوظ بقى اللي المقاول بيختاره بالتاكيد بيكون الاجر المعروض عليه اجر بخس يعني. جدا يعني هو احنا يعني اخر حاجه وصلنا لها ان الاجر العامل وصل 70 جنيه واجر الصنايعي اللي هو النجار المسلح وصل حوالي 120 جنيه ولكن هو بيشتغل يوم اليوم. في الاسبوع اليوم. او يومين في الاسبوع فمن حقه مع ارتفاع الاسعار والزياده والمشاكل الاجتماعيه ده مش اجري بالنسبه له لان يوم بيوم النهارده وبعدين النهارده انت منظمهم ازاي؟ خليني انا مقاول او صاحب فيلا او صاحب شقه عندي مشكله عاوز اصلحها وخدت عامل والعامل ده حصل كتير وحصلت في العبور وحصلت في العاشر ان العامل اعتدى على الشقه وسرقها وحصل وصل وسط الاغتصاب كمان يتحولوا البلطجيه بتاعته فين؟ انت منظمه ازاي؟ تعرف تجيبه ازاي؟ طب انتوا بقى دوركم ايه في الاطار ده؟ وانس انت بتتكلم على ما فيش اي تغيير بعد الثوره يعني تغيير الاسوء ولا الاحسن كمان اذا كان في تغيير يعني لا ما هو التغيير ما فيش اراده سياسيه عشان تغير عاوزين اراده سياسيه عاوزين وزير قوى عامله وهجره عاوزين رئيس وزراء يقول انا عندي خطه ممنهجه بعد شهر هعمل كذا بعد اثنين هعمل كذا لاداء الوزير تقييم انا قلت كنقيب عام لعمال القطاع الخاص تقييمك لاداء الوزير الهجره وزير القوى العامله والهجره يعني وزير القوى العامله والهجره رقم واحد لو مسكنا التقييم الحقيقي نقول له المستشارين العماليين بتاع حضرتك كم فرصه عمل جابوها من حضرتك ما توليت الوزراء لحد دلوقتي اللي بره اللي في الدول العربيه اللي الدوله بتديهم مرتباتهم بالدولار اللي بتوفر له عربيه اللي بتوفر له حاجات بره المستشار العمالي عمل حكي هنا نظمت القطاع ايه القوانين اللي انت سنتها او ايه التدابير الاحترازيه اللي انت خدتها للفصل التعسفي للعام اذا جاوبني على الحاجات دي وقال لي حاجات واقعيه على الارض ما حضرتك بتقول فصل تعسفي على اساس ان في نقابه بتحفظ لهم حقوقهم وبتوفر لهم فرص عمل باجور منصفه ما هو كل ده مش حاصل يعني حضرتك يعني النتيجه صفر فاحنا لسه محتاجين نبني كيان من اول وجديد ده يخليني اسال حضرتك ايه فضل. هل هم موجودين اساسا مدرجين في اجنده الوزاره المعنيه بتحسين اوضاعهم يعني هل في فعلا خطط لكن الخطط دي لسه ما اتفعلتش او ما اتحققتش ولا هم المفروض نظرا لازدحام المسؤوليات الفتره الاخيره هم اصلا مش موجودين على الاجنده هي العمليه الانتاجيه في اي دوله في العالم فيها ثلاث شركاء العامل او ممثلين عامل صاحب العمل او ممثلين صاحب العمل وزاره القوى العامله والهجره هي تمثل الحكومه هل جابنا الوزير في يوم من الايام وقعدنا وقال انا عندي خطه عمل كذا وكذا عاوز اساعدكم فيها النهارده انا لما اطلب من الاستاذه ساميه ايوب اللي هي مدير الاداره المركزيه للتشغيل للتدريب ان انا عاوز افتح مراكز تدريب واعمل بروتوكول مع الوزاره واجيب العماله دي ابناء العماله دي تقول لي ما اقدرش وانزل لمحمد بيه عنتر محمد بيه عنتر هو رجل قوي في الوزاره اللي ما حدش بيقدر ياخد مين محمد بيه عنتر المستشار مستشار وزير القوى العامله والهجره انا عاوز اعرف مصدر قوته ايه مصدر قوتي ان هو من الاخوان ان هو كان احد مهندسين برنامج النهضه بتاع الرئيس طب انا هقول لحضرتك حاجه احنا يعني في حال ان احنا محظوظين ويكون حد من المسؤولين بيتابعنا دلوقتي يعني يا حبذا لو توجز مطالبكم في خمس مطالب رقم واحد أجر عادل بما يتناسب مع متطلبات المعيشة وزيادة الأسعار اثنين تحديد ساعات العمل ثلاثة رعاية الحقوق الصحية للعامل اللي المفروض الدولة بتوفرها له سواء إذا كان عامل أو مش عامل أربعة توفير البيئة المناسبة لبيئة العمل الظروف المناسبة لبيئة العمل خمسة العدالة الاجتماعية للعامل ككل دول خمس حاجات لو الدولة قدرت توفرهم العامل مش هيبقى له متطلبات عموماً الأستاذ شعبان يعني برضو يظهر أن الموضوع كبير ومحتاج برضو أنك تكون معنا في حلقات قادمة ولكن انتهى وقتنا وفي ختام هذه الفقرة وختام البرنامج بنشكر الأستاذ شعبان خليفة النقيب العام للعاملين بالقطاع شكراً سيد بحضوري معك جزيل الشكر شكراً لك أعتقد أن احنا وصلنا دي المحطة الأخيرة في هذا الصباح النهاردة لكن مش الأخيرة طبعا في متابعتنا مع حضراتكم على مدار نشرتنا الإخبارية الممتدة ولقاء أيضا يتجدد وفريق عمل آخر من هذا الصباح في الغد إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء إلى اللقاء